مين قال له بقى اني ما حدتيش حاجه بقى؟ امال نزهتي وخبرتي الطويله راحوا فين؟ يا ماما انت اديتني كل حاجه، شخصيتي وكياني واخلاقي. الاستاذ اللي عندهم مدير جديد مش عاوز يوقع على الشيكات، وقابلين الشراء رغم علمكم بوجود العيب ده. ده راجل عقد. اسمه مدير عام الشؤون الماليه والاداريه الاستاذ عبد الباقي كامل الجوهر. لا وبتنش اول ما تشرح عايزه تجر ملبك بنت السيناري بيه سكرتير عام المحافظه. اخوك الصغنن حلاوه هتنزل وتيجي البحراويه الليله. هتقدم لها ايه؟ الطريق مغلق يا باشمهندس. موظفة بنت موظف هتتجوز موظف، دي فزورة. أنا وأنت وبابا في المشمش من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحا على قناة مصر الأولى.